انا هو اسامه بن صمو أه صاحب هذه القاعه هذه وممول الحفلات اللي ربما الناس اللي داروا بيا التشهير راه كيعرفوهم كيعرفوا بن صمو شكون هو وشنو كيدير في هذا الدومين أه الناس داروا بيا التشهير قالوا ان اليوم عندي عرس اسطوري كل واحد عنده حبابه عندي الناس معايا في الدومين تيصيفطوا لي واش انت خدام واش انت خدام واش انت ما خدمناش معاك واش انت خدام أه تيصيفطوا لي لي فوتو بيان سور ملي كنجي نشوف كيبان لي هذاك اللوغو دو... ديال شوف تي في غير أه واخدينو وحاطينو على الصوره ديال القاعه ديالي هو حتى حاجه ما كاينه كيف ما كيضر لكم أه بغيت نعرف هذا الشيء هاد الناس اللي كيشهروا بيا بالضبط بيا انا علاش باغيين يوصلوا واش اديت شي واحد بشي حاجه وهذا الشيء شكون اللي دفع هاد الناس لهذا الشيء الوغ ملي شوف تي في هذا لوغو غير هزينو الناس و أه نقول الاعداء ديالنا في هذا المجال ديالنا ولكن شكون اللي دفعهم يديروا هذا الشيء هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه اللي هو الحكومه اللي هو سعد الدين العثماني بالمقالات ديالو او بالخرجات الاعلاميه ديالو اللي كل مره تتهم بيان سور المجال ديالنا بهضره عبثيه اللي كيقول لنا بالله حنا او المموينين او الناس اللي كينظموا الاعراس في السر أه هما هما السبب الوحيد او السبب الرئيسي اللي خلاو كورونا تنتصر فين بان لك هذا العراس وريهم لي فين بانوا لك وتلا بانوا لك تلا بانوا لك أه انت اللي دفعتي من هذا الشيء واش واحد خدام وواحد ما خدامش واحد تيصرف على ولادو وواحد ما لاقيش درهم باش يصرف عليهم راه هنا كاين التناقض أه كان خصص به الناس ديال النقافات الناس ديال لي زوركسترا الناس ديال العساوه الناس الحماله اللي كيخدموا معنا غير تيهزوا الكراسه والطبالي حتى ما لاقين ما ياكلوا واش ما عندهمش وليدات ما عندهمش كرامة ما عندهمش ما ما عندهمش ضوء ما عندهمش بزاف الحوايج والنواديل حتى هما السربايه كي كانوا أه ولاد كي كانوا بنات الله يحسن العوان والناس اللي تيخدم في هذا الدومين راه عنده غير هذا الدومين راه ما عندوش شي حاجه اخرى احنا دابا في هذه الوضعيه الراهنه الا لقيت شي واحد اللي غياخذ من عندي الماتيريال ديالي نبيعو نزيد في حالاتي ولكن ما كاينش اللي غيشري من عندي نبيع الماتيريال ديالي انا هذا الدومين قنعت منه شبعت منه ولكن شكون غيشري من عندي ما غاديش نقول انا كنساهم في الاقتصاد ديال المغرب مي انا عبد ربي عندي شركه ديالي عندي الناس ديك لا ريفلاس ان اس تنخلص لا ديالي تنخلص تي في ديالي تنخلص جميع داكشي اللي كاين اللي تيديروه تيخلصوه كاع الناس في مجالات الاخرين وعلاش حنا بالضبط اللي غنبقاو محبوسين تقبلناها ثلاث شهور حتى لشهر سته بحالنا بحال الناس الاخرين ولكن ملي نولي في راه اش غادي نقول را... لك الناس اللي معنا في الدومين شنو تيقول لك؟ حتى هو عاطي شيك باش شاري سلعه تيقول لك نمشي على شيك وما نمشيش على خط الطوارئ ولا العكس صحيح تيقول لك انا اللهم نخدم ونمشي كارد افو ولا ن... نتعتقل 48 ساعه ونمشي على خط الطوارئ وما نمشيش على شيك بدون رصيد ونبقى مليوح في الحباسات وهذا الشيء شكون يدفعنا عليه؟ غنرجع للعثماني انا بالنسبه لي بدون ذكر الحزب هذاك والله لا صوتت عليه مره اخرى وغتكون المجال ديالنا هو سبب العثماني هو سبب الحزب ديالو انه ما يبقاش في الحكومه المجال ديالنا خذا فكره فكره رزينه ان ذاك الحزب سيفيني اش فاش نفعنا حنا خرج علينا ماشي نفعنا هذا الشيء اللي كاين هذا هو التصريح ديالي واش انا غندير التجربه بنفسي انا نقول لك عبد ربيه لا سوسيتي بنصم كريتها بوحدي ماشي وارثه من فلان ولا وارثه من با ولا وارثه من مي انا عبد ربي عندي 30 سنه هاد الشركه كريتها بكتافي ودرتها بكتافي حتى واحد ما دارها ليا وما بغيتش ندير البوز هذا ماشي هذا ماشي بوز هذا بوز نيجاتيف ماشي بوز, بوز بوزيتيف انا كاسكو شك... جو شيخش جو شيخش اني نخدم منك انت مزيان وهذا مزيان وهذا الكليون مزيان الاخر مزيان هذاك الساعه درت البوز البوشوغي هو, هو اللي خدام في المغرب شي حاجه اخرى راه كذبه انا جالس مع صحابي عندي صحابي هما تيعوموا في لابيسين جالس كنا غنتغداو مع بعضياتنا خارجين دابا غنمشيو نتغداو مع بعضياتنا ما بقينا لا خرجنا لا درجنا لا حتى شي حاجه مقابلين غير هاد شوف في وانا بقيت جالس باش نتسنى شنو غيوقع من بعد داكشي اللي وصلني والحمد لله هذا الشيء اللي وقع رحنا فيه دابا ملي كانت الحكومه مرخصه ل 20 شخص كنا كنخدموا دو طابل عند الناس ما كنقولش على قاعه قاعه ما تخدمش لك قاعه ما تشلك البيبان ديالها مي اه, انتي انت ولا اي شخص بغى يدير ديال المناسبه ديالو في دارو وكانت اوتوريزي 20 بيرسون الوغ غنخدموا لي 20 بيرسون وكاين بعض المرات ما نكذبش غنقول لك اللي كاين كاين بعض المرات كنمشيو نخدموا 3 طاب ولكن حتى القهوه لا ميم شوز حتى الريستورون لا ميم شوز حتى لي بلاص لا ميم شوز حتى هما عندهم 50% وكانت عندهم غير 25 ما نقولش 25% كانت عندهم 50% كتلقى عندهم نسبه الملء 150% ربما اكثر الوغ هذوك حلال عليهم وحنا حرام علينا حيت سي قال قالك حنا عندنا التعانق وال بوسان ما فيهمش التعانق تعناق بوسان حنا قال لك ملي غادخل لي زانفيتير يجيوا عند 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 موالين العرس غيسلموا عليهم ويعنقوا عليهم وقال لك الفيروس كيتنتقل من انيمال ان نوث آه بالنسبه ليا الا درتي لنا واحد البروتوكول اللي خدامين عليه حنا كفيدراليه موالين الحفلات اللي تابعين الرئيس التنفيذي دي ديالنا السي محمد رحال اللي داير واحد الانجازات انا انا بعدا كنشكروا عليها راه واحد البروتوكول صحي وناقشوا مع صير رئيس الحكومه وسي رئيس الحكومه لحد الساعه ما بغاش يجاوبنا ما بغا يدير معنا حتى شي حل علاش واش كان خالق ليه شي تريتور شي مشكل عنده معاه شخصي ووصلنا لهذه المرحله الله اعلم ولا هو كيبانوا ليه العراس غير زايدين هذا هذا المجال راه راه مخدم اكثر من جوج مليون ديال البشر لي سوسيتي لي لي ليغال لي لي ديال هذا المجال راه كاينين اكثر من واحد 1000 شركه ديال تريتور خلي نقافات خلي دابا كنت... غندوي لك عاوتاني على الناس اللي مؤطرين وغير مؤطرين المؤطرين راه را قلالين والغير مؤطرين ركت... كثار ولكن حتى هذوك الغير مؤطرين حتى هما راه مغاربه حتى هما راه مواطنين حتى هما خاصهم يخدموا حتى هما خاصهم يعيشوا انت ملي حبس عليهم تسنى المشاكل تسنى الشفره تسنى الكريساج بنادم ما, ما تحبس ما تحبس عليه رزق ولادو رزق ولادو كتولي لا حيت بالنسبه ليه التعليم راه مهم وانا بالنسبه لي انا انا غنقرا ونخدم وغتحبسني على الزواج شنو غندير؟ ما نتزوجش انا مزوج الحمد لله عندي وليداتي ولكن الناس باغا تزوج الناس باغا انا حنا ما نقولش 50% ما تعطوش الناس سيدي 50% عطينا غير بالنسبه لي عطينا 5 طابل ولا 6 طابل نديروا معنا الميتراج شنو هو الميتراج؟ عندي 200 متر عطيني خدم 25% عندي 100 متر عطيني 25% مسلكاني ولا عندي اسباس أوفير بحال هاد الجرده اللي عندي اللي عندي فيها 1500 متر اعطيني نخدم 50% حيت عندي اسباس اوفير اسباس فيرمي خذ اللي بغيتي والحمد لله انا اسباس فيرمي وعندي كله اوفير لا لا لاحظتوا لا غتلقاو لي فيتر كلهم ديال ديال الفيلا كلهم محلولين ولكن الغالب الله تقرا <applause> بيان سور معنا ناديل واحد السرباي اللي معروف والحمد لله كاع كيخدم كاع لي تريتور وواحد السرباي اللي باشوش وعنده واحد الاخلاق عاليه وصلت به جلد العظم ما عنده ما يصرف على أولاده ما حتى شي حل السبيل الوحيد اللي لقاه هو ينتحر هو يشنق راسو راه مات الله يرحمه رسالتي لغالب الله قرتونا بالنسبه لي انا وعائلتي وفاميلتي كل ما يدور بيا والله لا ما عنده تصوت والاخر. آه هدا هو الاخر هذا هو الرساله ديالي